ابو فيصل وينك انت غايب ما نشوفك؟ والله موجود يا الحبيب لكن ترى ما نطلع اني وقت شمس وكذي يعني صحيح ما كنا يعني في السكن الاولية براد والحمد لله الحين السكنة يعني اختلفت صح تنقلتوا الحين لا؟ ايوه ما شاء الله ما يلك حسرة ما نشوفك والله نطلع حتى ماشي بالفلق نسبح والحمد لله صحيح حتى الحين ماشي مقاطع ما يلك مقاطع ماشي توقفنا من المقاطع خلاص ها؟ ايوه سمعت انك تركت كل شيء ذاك الماضي خلاص الحمد لله خلاص ها الحمد لله يلا زين تعطيهم نصيحة للمتابعين والله اتمنى لهم يعني كل خير واتمنى لهم الصحة والعافية وطول العمر ويبعدوا عن الاشياء الوسخة يعني مثل الشراب مثل السيارة مثل الاشياء يعني هي ما يعني تنقبل صحيح مع يعني الشعب ومع المواطنين